الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح دخول موازنة 2024 حيز التنفيذ، وقال صالح إن الموازنة العامة الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 هي موازنة ثلاثية، أي شرعت لثلاث سنوات، ومن ثم فإن دخول السنة المالية الجديدة عام 2024 قد تم من اليوم بشكل تلقائي. ذكرت مجلة أويل أند غاز أن العراق حل بالمركز الخامس في قائمة الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في عام 2023، في حين كانت دولة قطر بالصدارة. ووفقا للمجلة فإن قطر حلت في المركز الأول بين تلك الدول بأكثر من 842 تريليون قدم مكعب، بينما جاءت السعودية بأكثر من 335 تريليون قدم مكعب بالمرتبة الثانية. أما المركز الثالث فقد كان من نصيب دولة الإمارات بأكثر من 289 تريليون قدم مكعب، وجاءت الجزائر رابعا باحتياطين عند 159 تريليون قدم مكعب، ثم حل العراق بالمرتبة الخامسة في القائمة بأكثر من 131 تريليون قدم مكعب خلال العام الماضي. أكد وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد أن شركة أكسون موبيل الأمريكية للطاقة سلمت العمليات رسميا في حقل غرب القرن واحد النفطي بجنوب العراق إلى شركة بروتشاينا كمقاول رئيسي. وفي العام الماضي وقع العراق اتفاقية بيع للاستحواذ على 22.7% من حصة أكسون موبيل في غرب القرن واحد من قبل شركة نفط البصرة الحكومية، في حين اشترت شركة بيرتامينا الأندونيسية المملوكة للدولة النسبة المتبقية البالغة 10% من حصة أكسون لترفع حصتها إلى 20%. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط العالمي، وشهدت أسعار خام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 28 سنتا ليصل إلى 73 دولارا و97 سنتا للبرميل، وأسعار المتوسط ارتفعت بمقدار 28 سنتا أيضا ليصل إلى 76 دولارا و56 سنتا للبرميل. وسجلت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1% زيادة في التعاملات الآسيوية المبكرة لتبدأ العام الجديد على ارتفاع، إذ يوجه اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام نحو تعطل محتمل لإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار الواحد، لتواصل سلسلة خسائرها التي تسارعت في أواخر عام 2023، إذ أنهت العام منخفضة بنحو 37%. وهبطت الليرة التركية لتسجل مستوى منخفضا تاريخيا عند 29.71 للدولار خلال تداولات جلسة اليوم، قبل أن تقلص جزءا بسيطا من هذه التراجعات. وكان البنك المركزي التركي بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة جايا أركان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس، مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5% في شهر أيلول الماضي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز للقاء.